اليوم المفتوح هو فرصة لكل طالب مشان يقدر يجي على الجامعة يشوف اليوم المفتوح من قريب، يشوف الجامعة من قريب، يشوف الحركة فيها، كيف الطلاب بتعاملوا فيها، وين بقعدوا، كيف الأجواء، كيف البرامج الموجودة فيها. تحمست للتعليم هون وحابة أتعلم موضوع العلاج الوظيفي. جامعة حلوة، الأشخاص اللي فيها محترمين، الأمان بجنن هنا، وأنا معني إني أسجل هون إن شاء الله السنة هاي. بحب أقول لكل الطلاب اللي يجي يزوروا الجامعة كتير حلوة. من بعد الثانوية والتوجيه يا عيني، تعال سجل عنا الجامعة الأمريكية.